في الفترة الأخيرة بقينا بنهتم بزيادة برأي الناس فينا، وغالبا الرأي ده بيبقى سلبي. هتقابلك واحدة زميلتك تقولك يا انتي تخنتي، يا تحت عينك اسود، يا انتي مالك خاسة ليه كده، وشك تعبان ليه كده. لو عندك مشكلة حليها عشان نفسك مش عشان رأي الناس فيك. لو عندك مشكلة وشايفة ان عندك مشكلة، الجأ لي اللي هيحلها لك، وبعدي وسد ودانك عن اللي هيهز ثقتك في نفسك، ودايما خليكي مالكة لنفسك.